السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، حياكم الله متابعينا في برنامج من الحرم في الحلقة 23 من هذا الشهر الكريم، وهي ذات أيام الشهر الكريم. 38 درجة مئوية مشاهدينا الكرام هي درجة الحرارة في هذه الأثناء، نزلت 37 تتأرجح، يمكن اليوم من أكثر الأيام اللي ترتفع فيها درجة الحرارة. أكثر من 7 ملايين مركبة مشاهدينا الكرام تم دخولها إلى العاصمة المقدسة، أكثر من 2500 كاميرا متواجدة في المواقع المخصصة بالمسجد الحرام والطرق المؤدية منه، آلاف الأطنان من المياه والمواد الغذائية التي تم توزيعها بين القادمين إلى المسجد الحرام، آلاف اللترات مشاهدي الكرام من ماء الورد الذي يتم يوميا استخدامه في غسيل الحرم المكي، أكثر من 40,000 حاوية مياه مشاهدي الكرام يتم يوميا تعبئتها بماء زمزم. جهود كبيرة 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 من أجل القادم إلى العمرة في هذا الموسم في شهر رمضان من عام 1440. حياكم الله، هاشتاج برنامج من الحرم 23 بإمكانكم التواصل من خلاله لعرض تغريداتكم مشاهدينا الكرام. العقيد يوسف بن زحمي القديدي مشاهدينا الكرام هو مساعد قائد قوى الخاصة لأمن المسجد الحرام، من قوات القوى الخاصة لأمن المسجد الحرام، يتواجد معي في هذه اللحظات. حياكم الله سعادة العقيد، يعطيكم العافية. اليوم يعني بقينا تقريبا 7 أيام إذا كان الشهر كامل على نهاية شهر رمضان، بقي لنا يومين فقط على القمة التي أمر بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية. كيف ترون الزحام داخل الحرم المكي، وما هي الخطط التي أعددتموها لمثل هذا الحدث؟ حياك الله أخي ناصر، والحقيقة يعني بطبيعة الحال العشر الأواخر لها خطط خاصة أيضا يتخللها هذا الاجتماع أو هذه القمة، وبالتالي مأخوذ في الحسبان أن يوضع خطط مدروسة وأيضا تكثيف تواجد رجال الأمن سواء الضباط أو الأفراد في جميع المواقع، تكثيف الجهود بصفة عامة يعني تحسبا للزحام القادم خصوصا ليلة 27 ليلة 29 قدوم ضيوف الدول أو الضيوف الآخرين بالنسبة للحرم المكي الشريف. جيد، كيف وجدتوا الآن مع هذه التحذيرات اللي تطلقها إمارة منطقة مكة المكرمة، رئاسة الحرمين الشريفين، موقع وزارة الداخلية، موقع الأمن العام، نحن من خلال الإعلام، كيف تجد تجاوب الناس خاصة في الزحام في الأيام الماضية؟ الحقيقة هناك تجاوب من القادمين الحرم المكي الشريف من الزوار ومن المعتمرين ومن المصلين في مراعاة الكثافات والانقياد بالنسبة للتوجه للأماكن الشاغرة أو الشاسعة اللي ممكن يكون فيها مجال، وبالتالي مؤازرة رجال الأمن لما يقومون به من دور في البحث عن السكينة والأريحية بالنسبة للطائفين والمعتمرين والمصلين. إذا في رسالة حابة توجهها خلال الأيام المقبلة لك نصف دقيقة، أرجوك واجه فيها الجمهور وتحدث بما شئت. نعم، الحقيقة كما ذكرت أنت سابقا الوضع في الحرم المكي الشريف أشبه بخلية النحل، العدد كثيف جدا، هذا المصلي وهذا المعتمر وهذا الداخل وهذا الخارج، وبالتالي يعني يتواكب مع العشر الأيام الأخيرة هذه. نتمنى كما عودونا أهل مكة من كرم الضيافة وكرم المعاملة وحسن الاستقبال، يعني نأمل أن يبادر كل واحد منهم للصلاة في أقرب مسجد له مؤازرة ومساعدة للقادمين لبيت الله الحرام وكذلك لرجال الأمن وما يقوم به من دور فعال. أتمنى لكم التوفيق سعادة العقيد يوسف الخديدي، أنت من قوة الخاصة لأمن المسجد الحرام. مشاهدي الكرام بنروح مركز القيادة والسيطرة لنرى خارطة الطريق، إذا كنت قادما من الطائف أو جدة أو الجنوب أو المدينة أو كل أنحاء المملكة، سواء كذلك قادما من الجوي أو البري أو عن طريق البحر للقادمين من خارج السعودية، هذه الفقرة خارطة الطريق تبين لك أين المواقع المزدحمة، أين مواقع الذروة، متى الوقت المناسب للقدوم إلى العمرة. We'll be right back.
شوي شوي. ناصر مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين الكرام. طبعا أهلا بكم كذلك في فقرة جديدة من فقرة الطريق إلى الحرم، هذه الفقرة التي عودناكم من خلالها أن نتحدث عن الحالة المرورية الخاصة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، سواء من مداخل العاصمة المقدسة أو في المنطقة المركزية، وكذلك نتحدث عن كثافة الحشود داخل المسجد الحرام. اليوم 23 من شهر رمضان المبارك، طبعا في كل يوم تزداد الكثافة داخل سواء داخل المسجد الحرام أو في العاصمة المقدسة بحكم العشر الأواخر. الآن نحن في 23 من شهر رمضان المبارك، طبعا تتضح الكثافة العددية من خلفي من الشاشات، حيث أتواجد بمركز القيادة والسيطرة، والحديث أكثر عن الحالة المرورية وكثافة الحشود ينضم معي الرائد محمد الخنفري مشرف المراقبة التلفزيونية بمركز القيادة والسيطرة. رائد محمد مساء الخير أول شيء، اليوم 23 من شهر رمضان المبارك، يليت توصف لنا الحالة المرورية الخاصة بالعاصمة المقدسة وعن كثافة الحشود داخل المسجد الحرام. الله يحييك أخوي أسامة فيك وفي السادة المشاهدين. كما تعلم هذه الفترة فترة تكون فيها الحشود أو المعتمرين فيها بشكل تصاعدي، خصوصا أنها بالعشر الأواخر من رمضان. كما تشاهد مداخل مكة، عندنا مدخل جدة مكة الشميسي تشهد كثافة أعلى من المتوسط بقليل إلى عالية، كذلك مدخل المدينة مكة التنعيم تشهد كثافة نقدر يعني نستطيع نقول عنها أنها عالية، بالإضافة إلى المداخل الأخرى مثل الليث مكة والطائف مكة السيل والهدى، هذا فيما يخص مداخل مكة. أما ما يخص المسجد أو عفوا المنطقة المركزية، الحركة فيها والله الحمد انسيابية. فيما يخص في المسجد الحرام وساحاته، الحمد لله الحركة فيها كذلك انسيابية. فيما يخص محطات النقل العام، نهيب المعتمرين باتباع تعليمات رجال الأمن واستخدام وسائل النقل العام لسهولة حركتهم. شكرا لك رائد محمد الخنفري مشرف المراقبة التلفزيونية بمركز القيادة والسيطرة، هذا كل ما لدينا هنا في مركز القيادة والسيطرة عن الحالة المرورية وعن فقرة الطريق إلى الحرم. حياكم الله بعد هذه الفقرة وبعد هذه الإحصائيات التي تعد إحصائيات حصرية لبرنامج من الحرم. الأستاذ علي النافعي هو مدير الهيئة في المسجد الحرام يتواجد معي في هذه اللحظات، حياكم الله أستاذ علي. إيش الجهود اللي تقدمونها أنتم كهيئة أمر معروف في داخل الحرم المكي في هذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيام ولحظات غامرة، 23 يوم من الشهر ذهبت ونحن في العشر الأواخر. هذه الحصيلة، حصيلة المسلم خلال بداية الشهر، والآن تتركز العبادة والطاعة. كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين على هذه العناية الكبيرة التي يولونها لرواد بيت الله الحرام. الكل ولله الحمد تراه فريق عمل يخدم هذا البيت المعظم. للشيخ علي، وما يخص عملكم أنتم، ماذا تقدمون للقادم لزيارة المسجد؟ هيئة المسجد الحرام هي من ضمن إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقدم التوعية والإرشاد الديني، تهتم بصحن المطاف وترتيب الصفوف. في التوعية هناك الأسلوب التقليدي من كتيبات ومطويات، وهناك المجال التقني في الشاشات والتابلتات عن طريق الشاشات التفاعلية في تحميل الدروس، في تحميل التلاوات، في أخذ كذلك التوعية، صفة الحج والعمرة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الوضوء الصحيحة. الكل في جهاز الهيئة. توزعون أشياء يا شيخ؟ أي نعم. تهدى. كم بلغ عدد ما وزعتوه إلى الآن؟ ما يقارب 459 ألف مستفيد من هذه الخدمات. ما شاء الله تبارك نعم. الله. والعدد في تزايد ولله الحمد. يعني قرابة نصف مليون مستفيد من الخدمات التي تقدمها هيئة الحرم المكي الشريف والتي يمثلها في هذه اللحظات الأستاذ علي النافعي، أسأل الله أن ينفع به وبهذه الجهود. يعني أرجوك كلمة أخيرة لأن الوقت عندي يعني قاعد يمشي بسرعة. حقيقة هذه من ضمن الإنتاجات والإرشادات في خلفها الباركود اللي طبعاً، هي صفة العمرة. نعم، هذه من الأشياء اللي وزعتوها، وفي خلفها في اللي هو الباركود طبعا. هذه خدمات متعددة عبارة عن تطبيقات وعبارة عن كتيبات ممتاز. إلكترونية. هذه بيدك الآن واضحة. نعم، وهذا الباركود ما شاء الله، يعني بإمكان أي واحد عنده هاتف ذكي مشاهدين الكرام يستفيد بالباركود هذا على طول، ويستفيد من هذا الشيء. وهذا الكتاب ملحق به أدعية مختارة من الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. شكرا لكم شيخ علي النافع. أشكرك. يعني دعاء أرجوه من الله عز وجل أن يحفظ ولي أمرنا وسمو ولي عهده. آمين. وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يكتب الخير للجميع، وأن يتقبل منا هذا الشهر. آمين. وهذه العشر الأخيرة. الله يزكي. وكذلك أحب أن أمسي على والدي، فأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يطيل في أعمارهم وأن يبارك في أعمالهم. شكرا شيخ علي. إذن الله يبارك لك في والديك. شكرا يا أستاذ ناصر. الله يحفظ. يطول بعمر الأحياء من والدينا في هذه الدنيا، دعاء لعموم المسلمين، ويرحم من غاب عنا وذهب لما هو خير منا لله عز وجل. مشاهدينا الكرام، بنروح نطلع فقرة تويتر ونرجع لكم برضو في برنامج من الحرم في فقرة جديدة. تذكروا بأننا نتواجد في الحرم المكي الشريف في 23 من شهر رمضان المبارك في برنامج من الحرم.
حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم في هذه الحلقه التي تاتيكم ببث مباشر من الحرم المكي طوال شهر رمضان المبارك. الاستاذ ادريس الادريس الاعلامي والمهتم بالشان السياسي مشاهدي الكرام يتواجد الى جانبي في هذه اللحظات من الحرم المكي الشريف. حياكم الله استاذ ادريس، يا هلا وسهلا. يا هلا والله. اليوم 23 الحرم المكي يلاصق فيه قصر الصفا الذي يتواجد فيه سيدي خادم الحرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اشرافا على العشر الاخيره من هذا الشهر الكريم وعلى راحه العمار، اضافه الى الاشراف المباشر على يعني الاجراءات وتنظيم قدوم زعماء الخليج وملوك ورؤساء الدول سواء الخليجيه والعربيه والاسلاميه. نعم، الحقيقه انها مناسبه عظيمه، وانا اقول يعني دائما ان هذه البلاد اكرمها الله بخدمة الحرمين الشريفين زمانا ومكانا، ودائما المملكة الحقيقة رائدة في الاهتمام بالشأن العربي والإسلامي ورعاية الألفة والمحبة بين هذه الدول. القمم الثلاث التي ستشهدها المملكة تتعلق شعوب الخليج والعالم العربي والإسلامي، وتعلق آمالها بهذه القمم الثلاث الهامة في هذا المفصل الهام، في هذا الشهر الكريم، في هذا المكان الكريم أيضا. وتأمل كثيرا أن تذوب كل أسباب الفرقة والاختلاف بين دول العالم العربي والخليجي والإسلامي. والحقيقة أنه ليس جديد على المملكة العربية السعودية ولا على حكامها أن يقوموا بهذا الدور. سبق أن تم لقاء قمة في مكة في عهد الملك فهد، وأيضا هذه المرة أيضا تعقد هذه القمة الخليجية ثم القمة العربية ثم القمة الإسلامية، والاستعدادات الحقيقة فائقة والإمكانات أيضا أنا بجيك الحين على استاذ ادريس يعني. نعم. اليوم موقع وزارة الداخلية، موقع إمارة مكة المكرمة، موقع الأمن العام، الرئاسة، كل القطاعات اتحدت. نحن من خلال هذا البرنامج اللي نتواجد فيه بداية الشهر نوصل رسائل للناس خاصة فيما يتعلق بتخفيف الضغط على الحرم المكي لأهالي مكة والقريبين منها، أهل جدة، الطرق التي لا يرتادونها ويساهمون مع الأمن فيها داخل الحرم ومن أجل بقية الشهر ومن أجل كذلك ضيوف المملكة. أنت كيف تقرأ الموقف وما هي الرسالة اللي تقولها أنت كرجل إعلامي ومهتم بهذا الشهر؟ أنا دائما أتوقع أنه يحدث زحام في هذه البقعة المحددة سلفا في يعني مكانيا، ومع هذا البركة الحقيقة تضع المساحة الكافية للناس رغم يعني توافدهم بأعداد كبيرة. أنا مؤمن تماما أن الله يعني يسهل لهؤلاء القادمين من الفجاج المتعددة في العالم، سواء من حجاج الداخل أو أقصد المعتمرين من الداخل أو حتى من القادمين من خارج المملكة، إلا أن القلوب والأماكن تسعهم، والذين يخدمون في هذه المنطقة سواء من وزارة الداخلية أو من رجال الأمن العام أو حتى من رئاسة الحرمين الشريفين، كل الرجالات والنساء الذين يخدمون في هذا القطاع يقدمون الخدمات القصوى. تعليقك على هذا المشهد العيوني يعني ما واضح الحقيقة. الحقيقة أنه أنا أقول إحنا في هذه البلاد يعني من المحظوظين بهذه الخدمة وبهذا الشرف، لنا الرفادة والسقاية كابرا عن كابر ونحن نتولاها الآن، وأنا أعتقد أن هذا من حظنا ومن محبة الله لنا، كما أنه أيضا من حظ المسلمين أن تتولى المملكة وهي التي خبرت هذا الشأن منذ الأزل، وأن تخدم الحجاج أو المعتمرين في زمان محدد ومكان محدد. فنسأل الله الإعانة والقبول. آمين إن شاء الله. أستاذ إدريس الإدريس، أنت الإعلامي المعروف والمهتم بالشأن السياسي، كنت معي من برنامج من الحرم، أنت قبل شوي مريت من هنا وقلت لك تعال ما في راحة، مع أني عارف الظروف اللي عندك وأنت كنت مستعجل، لكني أكبر فيك هذا الشيء. العفو والعفو. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة هذا اليوم مشاهدينا الكرام بهذا اللقاء مع الأستاذ إدريس الإدريس. تذكروا بأن غدا بإذن الله سيكون موعد جديد مع برنامج من الحرم، من الحرم المكي الشريف، إذا جعلني الله وإياكم من الأحياء. وتذكروا بأننا جنودا على الحدود يدافعون عن ثرى هذه البلاد، صدقوا الله مع هادو. فاللهم سدد رمي جنودنا، اللهم سدد رمي جنودنا، اللهم سدد رميهم.